بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم سيد الأخلاق. سيد الأخلاق برنامج نتناول فيه السيرة العطرة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، أخلاقه وصفاته جل من سواه. نتناول في هذا البرنامج محمدا صلى الله عليه وسلم الجار، ومحمدا صلى الله عليه وسلم الزوج، ومحمدا صلى الله عليه وسلم التاجر والمجاور والحاكم والعادل. نتناول محمدا صلى الله عليه وسلم في غضبه وفي حلمه وعفوه، نتناوله في أسفاره في حله وترحاله. نتناول سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لنعرف كيف نكون وكيف نقتدي وبمن نهتدي، فلا يمكن أن نقتدي بجهل. وإذ نتناول سيرة محمد صلى الله عليه وسلم انطلاقا من قوله تبارك وتعالى في محكم تنزيله جل في علاه: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفي رواية أخرى أسوة حسنة. لماذا الأسوة الحسنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نتساءل أيضا لماذا محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره؟ لماذا ليس لنا في عيسى الأسوة الحسنة، أو ليس لنا في آدم الأسوة الحسنة، أو في إبراهيم خليل الرحمن؟ بل لماذا ليست الأسوة الحسنة في موسى كليم الرحمن، أو في نوح أول الرسل؟ لماذا في محمد صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في محمد صلى الله عليه وسلم؟ ذلك أن الله تبارك وتعالى جمع في محمد ما تفرق في الأنبياء بعده. فكيف أكون متأسيا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أكون مقتديا به؟ وما سنتناوله في حلقاتنا القادمة خلال هذا الشهر المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بصحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا في تلك الدار بشفاعته. كيف للعزب أن يقتدي بسيدنا عيسى؟ بل كيف للمعدد أن يقتدي بمن ليس متزوجا؟ بل كيف للفقير أن يقتدي بسيدنا سليمان أو سيدنا داود على نبينا وعليهما السلام؟ بل كيف للفقير أن يقتدي بالغني، وكيف للغني أن يقتدي بنبي فقير؟ كيف وكيف؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدي به العزب في عفته، ويقتدي به المتزوج في حسن عشرته، ويقتدي به صلى الله عليه وسلم المعدد، يقتدي به التاجر في تجارته. كيف كان صادقا في تجارته؟ كيف كان وفيا في عهده؟ كيف كان لا يغش في بيعه وفي نصحه؟ كيف كان صلى الله عليه وسلم الجار الذي يحسن إلى جاره ويتحمل منه ما يتحمل، بل جعل الجار في مقام قال فيه: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يقتدي به العزب، ويقتدي به المتزوج، ويقتدي به الفقير. فلئن كنت فقيرا لا تجد ما تأكله، فمحمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقول له ربه تبارك وتعالى بعد أن أرسل له ملكا من عنده: إن شئت أن تكون ملكا نبيا، وأن تكون الأموال، وأن يكون الذهب، وأن تكون المدخرات التي تدخر بين يديك، جعلت لك جبل أحد ذهبا. فيختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا نبيا، يجوع يوما فيصبر، ويشبع يوما آخر فيشكر. يقتدي به صلى الله عليه وسلم أصحابه في التحمل في سبيل أن يوصلوا دعوة الله إلى خلقه، فيخرج صلى الله عليه وسلم من أثر الجوع فيجد صاحبه أبا بكر وعمر ما أخرجهما إلا الجوع، فيخبرهما صلى الله عليه وسلم وقد وضعوا حجرا على بطونهم، أنه صلى الله عليه وسلم وضع حجرين.
يقتدي به صلى الله عليه وسلم القريب والبعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. رواه البخاري. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، أينما كنتم.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم، القريب والبعيد، الصغير والكبير، نقتدي به في تعامله، في هديه، في صبره، وفي حلمه، وفي عفوه. نقتدي به صلى الله عليه وسلم في عدله، هو بشر مثل البشر. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، تعجبا من أن يكون نبي رسولا، من أن يكون عبدا رسولا. لما لم يرسل الله تبارك وتعالى ملكا من عنده؟ ولو أرسل ملكا لقالوا، لأنهم كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولو أرسل الله تبارك وتعالى ملكا من عنده لقالوا إنه ملك لا يعصي الله تبارك وتعالى ويفعل ما يؤمر، لكن لو كان بشرا مثلنا لاستطعنا أن نقلده. فهذه الحكمة في أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا من بني البشر. أيضا صلى الله عليه وسلم سيرته العطرة تستعمل بالأمس وتستعمل اليوم وتستعمل غدا، وذلك أن الله تبارك وتعالى جعله قدوة. ومعنى أنه جعله قدوة أنه وهو تبارك وتعالى الأعلم بخلقه والأعلم بشؤون عباده وما يصلح لهم وما يصلحهم، اختار أن تكون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسل. وأنا إذ أتساءل معكم، أريد أن نحب محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن نحبه، نحب محمدا صلى الله عليه وسلم لا نسأل لماذا نحبه، لأننا نحبه، لأننا نحب من أحبه الله، ولأن محمدا صلى الله عليه وسلم أحبنا، ولأنه اشتاق لنا، ولأنه وصفنا بأحبابه، ولأن أملنا في الله رغم ذنوبنا ورغم تقصيرنا ورغم ما نحن فيه أننا نحبه.
نحبه رغم الذنوب والمعاصي، نحبه رغم التقصير، نحبه رغم ما فينا من عيوب، لكن يشهد الله أننا نحبه. نحبه لأنه أحبنا، ونحبه لأننا من دونه كنا في هذه اللحظة من يعبد الحجر، وهناك من يعبد الشجر، وهناك من يعبد الجرذان، وهناك من يعبد الأبقار، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم أخرج أجدادنا من ظلمات الوهم إلى نور العلم، أخرجهم من ظلمات الجهل إلى أنوار العلم صلى الله عليه وسلم. لكن تعالوا نتساءل تساؤلا قد يطرحه من لا يؤمن ويحب محمدا صلى الله عليه وسلم، نقولها عاطفة، أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات طرا، وأنه سيد الخلق جميعا، هو أشجع الناس وأفصح الناس وأكرم الناس وأجود الناس وأعدل الناس وأحلم الناس، وغيرها من الصفات التي كانت متمثلة فيه صلى الله عليه وسلم، بدليل قول ربنا تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. لكن كيف كانت هذه الأخلاق؟ تعالوا بنا مشاهدين الكرام لنقف وقفة بسيطة لنقارنه مع أشجع الناس وأكرم الناس وأفصح الناس. لئن كانت العرب تفتخر بالبيان، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم فوق القرآن الذي أوتي جوامع الكلم. جوامع الكلم أحدث ألفاظا لم تكن العرب تعرفها. حمي الوطيس ألفاظ يستعملها محمد صلى الله عليه وسلم. أوتي جوامع الكلم، كيف يختصر الكلام، كيف يختصر المعنى الواسع في الجملة القصيرة. والبلاغة الإيجاز كما يقول أهل اللغة. لئن تحدثنا عن شجاعته صلى الله عليه وسلم فمن أشجع العرب؟ أشجعهم خالد، وأشجعهم القعقاع، وأشجعهم أشجعهم خالد بن الوليد. المعارك التي خاضها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انهزم فيها، المعارك التي خاضها ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم انهزم فيها بتخطيط رسول الله، اللهم إلا في أحد انهزم المسلمون لأنهم خالفوا خطط رسول الله صلى الله عليه وسلم. كرمه صلى الله عليه وسلم مقارنة بأكرم العرب حاتم الطائي، هذا الذي كان يضرب به المثل في الجود والكرم، أجود من حاتم، يقال أجود من حاتم، كان يعطي وهو يقول: فإني أخاف مذمات الأحاديث من بعدي، فإني أخاف مذمات الأحاديث من بعدي. وكان صلى الله عليه وسلم يجود وهو يقول: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولئن كان حاتم يجود بما عنده، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأخلاق كان يجود حتى بما لا يوجد بين يديه. فكان الصحابي إذا اشتهى شيئا أو اشتهت أهله شيئا ذهب إلى السوق فأخذه واشتراه، وقال لصاحب البضاعة: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي ثمنه. ويأتي الصاحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهره ويقضي دينه. هو صلى الله عليه وسلم الأفصح والأشجع والأكرم. وسنتحدث عن كرمه صلى الله عليه وسلم في غزواته، كيف كان الأعرابي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجع من عنده بالأعطيات، ليرجع إلى أهله فيقول لهم: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أسلموا يا قوم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فنحن نتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان دائم البشر، سهل الخلق، كريم المحيا، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، لا يريد أن يتجاوزه أحد في كرمه. فلا إن أعطى الناس بعض المال فقد أعطى حياته كلها لله، ولا إن أنفق الناس من أوقاتهم فقد وهب حياته للدعوة إلى الله.
ولئن خرج الناس في معركة واثنتين فإن معارك الإسلام كانت تحت إمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن صبر الناس فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كنا إذا أصابتنا مصيبة تذكرنا مصابنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لست كأحدكم إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الخلال وكل هذه الخصال وكل هذه الأخلاق لسيد الأخلاق صلى الله عليه وسلم منحة وأعطية من عند الله تبارك وتعالى، ولم تكن نبوة مكتسبة، ولو رقى في الخير أعلى عقبة، بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء، جل الله واهب المنن، جل في علاه كيف أكرم نبيه وكيف اصطفى خليله، كيف أحبه وأمرنا أن نحبه، فالمحب من أحبه والخاسر من أبغضه. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق يتغافل عما يشتهي، من رآه أحبه، ومن سمع عنه أحبه، ومن اقترب منه تعلق به، إنه سيد الأخلاق صلى الله عليه وسلم. اللهم كما أحببناه ولم نره، اللهم كما أحببناه ولم نره، فلا تحرمنا رؤيته، ولا تحرمنا لقاءه، ولا تحرمنا أن نشرب من حوضه الشريف صلى الله عليه وسلم. وكمال هذه الأخلاق وكمال هذه العبادة أن نتحلى بالأخلاق، فالرقي في درجات الجنة وأماكن ومواطن القرب منه محصورة فيه صلى الله عليه وسلم، حصرها في الأخلاق، فاللهم حسن أخلاقنا. يفد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة، وقد لحقته قريش تطلب رأسه، فيمر على امرأة تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحببت أن أشارككم ذلك. بعد أن خرج مع أبي بكر رضي الله عنه، فمر على عجوز تسمى أم معبد أو معبد، كانت تجلس قرب الخيمة تسقي وتطعم، فسألوها لحما وتمرا ليشتروا منها، فلم يجدوا عندها شيئا، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة من شياهها وقال لها: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد والضعف من الغنم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها من لبن؟ فقالت: بأبي أنت وأمي، رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة ومسح بيده ذرعها صلى الله عليه وسلم، وسمى الله جل ثناؤه، ثم دعا لها في شاتها حتى فتحت الشاة رجليها ودرت، فدعا بإناء كبير فشربوا، إلى آخر ما في الحديث. الشاهد الذي نسوقه هو أن هذه المرأة الفاضلة، هذه المرأة الكريمة، وقد سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجادت بما جادت به، جاء زوجها بعد مدة ووجد اللبن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب وترك لهم، فقال لها: من أين لك هذا اللبن؟ والشاة عازب، يعني أي الغنم، ولا حلوب في البيت. فقالت: لا والله، إنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، فقال: صفيه لي. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه أي مشرقه، لم تعبه نحلة، يعني نحيل الجسم، يعني لم تعبه أنه نحيل جسم، ولم تزر به صقلة، يعني ليس بناحل ولا سمين، تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عنقه سطع أي طول، وفي لحيته كثافة يعني كثرة شعر، أزج أقرا حاجباه طويلان مقوسان متصلان، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأجلاهم وأحسنهم من قريب. حلو المنطق، فصل
لا نظر فيه ولا هذر، يعني كلامه وسط بين الإكثار والقلة، كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن ليس بالطويل ولا بالقصير، أي ربعة كما قالت. لا يأس من طول ولا تقتحمه عين من قصر، ثم ذكرت ما ذكرت، ثم قالت ولا عابس ولا مفند. فقال لها والله لهو صاحب قريش الذي تطلبه، ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح بيت وأصبح صوت في مكة يقول جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين قال خيمتي أم معبدي هما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد. كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا، تأتي الجارية فتأخذ بيده إلى مصلحتها لا يسألها، يأتيه الصبي فيسأله حاجته، بل يجلس في مجلسه ويقترح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة رضي الله تبارك وتعالى تصف سيد الأخلاق فتقول في أعظم شهادة يمكن أن ينالها بشر، فتقول كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويخيط ثوبه ويعمل بيده كما يعمل أحدكم في بيته، وكان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويختم نفسه. فأين نحن من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من قدوتنا؟ وأين نحن من قول ربنا تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ أسوتك من؟ قدوتك من؟ ما الفارق بين الأسوة والقدوة؟ ما الفارق بين الأسوة والقدوة؟ لما لم يقل الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة، وقال أسوة حسنة؟ القدوة هو أن نقلده ونتبعه في المأمور، أمرنا أن نستاك فنستاك، وأمرنا بصلاة ركعتين فنصلي اقتداء به صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، باختلاف المناطق وكيفية تسميتها الدباء، فكان صلى الله عليه وسلم يحبها، وكان لا يأكل بعض الطعام الآخر، ولا يقول أنه محرم، وإنما يقول تعافه نفسي أو لا أجده عند قومي. فكان الصحابة رضي الله عنهم في هذا يتأسون، فقال أنس فما زلت أحب الدباء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبها. وكذلك نحن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في حاله كله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من الأوصاف التي يوصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوفى الناس بالعهود، وأوصلهم للرحم، وأعظمهم شفقة ورأفة ورحمة، أحسن الناس عشرة وأدبا. لكم أن تتصوروا أن اليهود، بل لكم أن تتصوروا أن أعداءه من قريش الذين كانوا يطلبون رأسه كانوا يأتمنونه على أماناته، وما كانوا ليتهمونه في شيء. لذا يقول ربنا تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. عندما وفد أبو سفيان وقد ذهب إلى هرقل عظيم الروم، فقال له إن هذا الرجل من شأنه كيت وكيت، فقال إني سائلك أسئلة فأجبني. فكان من جملة ما سأله، فقال له أهو كاذب فيكم؟ فقال ما جربنا عليه كذبا. فقال أيدع الكذب في كلام الناس ويكذب على الله؟ أيدع الكذب على الناس ويكذب على الله؟ وذكر من أمره ما ذكر. فكان صلى الله عليه وسلم أيضا لا يغضب إلا لله، ولا تمس يده شيئا أو يضرب أحدا، خاصة المرأة والصبي، إلا إذا كان في حرب. وكان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، يتفقد أمورهم،
ويسأل عن أحوالهم، ويسأل الناس عما في الناس، يسأل الناس عما في الناس، ويحسن ويحسن الحسن ويصوبه، ويقبح القبيح ويهنه، معتدل الأمر صلى الله عليه وسلم، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا، وكان كل ذلك حاله صلى الله عليه وسلم. فهذا القدوة التي أمرنا الله تبارك وتعالى، وبالجملة الجملة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحلى بصفات الكمال المنقطع النظير، فقد أدبه ربه فأحسن تأديبه، وإنك لعلى خلق عظيم، وكانت هذه الخلال مما يقربه إلى الناس. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، ولا تعجبن لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. فيا أجمل الناس، ويا أكرم الناس، ويا أشجع الناس، يا سيد الأخلاق، أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا صحبتك ولا لقاءك، وألا يحرمنا سبحانه وتعالى من أن ننشر هديك. وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء. كان أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم يقولون عنه: إذا رأيت إلى وجهه فكأنك ترى وجها مثل الشمس والقمر. وكان وجهه مستديرا. وكان أصحابه أيضا يقولون كما في الأحاديث الصحيحة: إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. وكنا نعرف ذلك، كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم دائم البشر، كثير التبسم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. وما قاله الفرزدق في حفيده في زين العابدين لا يصلح أن يقال إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال لا قط إلا في تشهده: لولا التشهد كانت لاؤه نعم صلى الله عليك يا رسول الله، فتالله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل النبي رسول الأمة الهادي. يقول سيدنا جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه: فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر. إي والله، والله لهو أحسن من القمر وأحسن من البدر. وهاته هند بنت أبي هالة رضي الله تبارك وتعالى عنها تصفه فتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليس له راحة، ليس له راحة حتى يسلم كل البشر. لنا قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألا تكون لنا راحة حتى يلتزم من ليس ملتزما، حتى يترك الربا من تورط بها. لنا أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا هم أن يلتزم الخلق وأن تصل رسالة الحق إلى كل الخلق. لنا هم كما كان صلى الله عليه وسلم دائم الفكرة ودائم الهم، متواصل الأحزان، ليس له راحة، ولا يتكلم في غير حاجة، طويل السكوت يفتتحه ويختتمه بأشداقه، لا يتكبر ولا يتكلم بجوامع الكلم، دمثا ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم شيئا. إذا تعرض للحق بشيء قام حتى ينتصر له، لا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم، ولا ينتصر لها. وإذا أشار أشار بكفه، وإذا فرح غض طرفه، وإذا غضب أعرض وأشاح، جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن نلقاك. في رحاب سيرته العطرة سيد الأخلاق نلتقيكم يوميا لنتناول فيه أخلاقه.
مشاهدينا الكرام، في فقرة ومضات من سيرته صلى الله عليه وسلم نتناول حالة العرب قبل الإسلام، وذلك أن العرب كانوا قبل الإسلام، قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يعبدون الأصنام من دون الله ويقدمون لها القرابين يسجدون لها. ومن أعجب أمرهم أنهم كانوا يصنعون العجوة فيعبدونها ثم إذا جاعوا أكلوها. وكان أيضا من شأنهم أن الحروب مندلعة مشتعلة بينهم لأتفه الأسباب وأصغرها، ولربما دامت عشرات السنوات لأجل ناقة أو لأجل أمر تافه صغير. وكان أيضا من شأنهم قبل ذلك أنهم كانوا يحتقرون المرأة ويوهنونها ويضعونها في مرتبة أكرمها الإسلام بعد أن جاء، كانوا يضعونها في مرتبة لا تليق، وقد كان يئد الرجل بنته حية. لكن أيضا كان لهم كريم الأخلاق التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثت لأتممها، فكان عند بعضهم العهد وكان الوفاء والصدق وغير ذلك من مكارم الأخلاق، وقد كان هذا عند البعض وكان الذي ذكرته قبل ذلك عند البعض الآخر.